نتواصل معكم مشاهدينا في أمسية الليلة ومتابع أيضا مستجدات الحراك الوطني. نظمت وزارة الصحة مشاهدينا حملة توعوية بعنوان همتك معنا وتستهدف العاملين الصحيين، تتعلق بالطب الاتصالي وعلاقته بالأمراض المزمنة. تفاصيل مختلفة بإذن الله برفقة ضيفتنا عبر هذا الاتصال المرئي. تنضم معنا الدكتورة أميرة بنت حمد البلوشية، وهي طبيب استشاري وطب أسرة ورئيسة مجمع عبري الصحي. مساء الخير دكتورة، ونرحب بك في برنامج من عمان. مساء النور وشكرا على الاستضافة. اليوم حديثنا عن الحملة التوعوية همتك معنا، نقترب من خلالك عن هذه الحملة وأهدافها. بسم الله الرحمن الرحيم. حملة همتك معنا هي حملة تنظمها وزارة الصحة وبالأخص دائرة الأمراض غير المعدية لتسليط الضوء على أهمية ووعي المجتمع بالأمراض المزمنة أو الأمراض غير المعدية، نشر الوعي، نشر الثقافة، التحكم الذاتي لهذه الأمراض من خلال المرضى، بث نشرات توعوية من مصادر موثوقة، وذلك لما سببت هذه الأمراض من عبء كبير على المنظومات الصحية حول العالم. يعني الحملة تتناول موضوعات مختلفة من بينها الطب الاتصالي والتواصل أيضا مع مرضى الأمراض المزمنة. نريد أن نقترب أيضا من مفهوم الطب الاتصالي وأهمية التواصل أيضا مع هؤلاء المرضى. طبعا الطب الاتصالي هو ليس جديد، بل طبق في من سنوات عديدة في بعض الدول، وذلك لجلب الخدمات الطبية للأماكن البعيدة وغيرها، ولكنه يختلف باختلاف الزمان والمكان. طبعا طب الاتصال أو ما يقصد به الطب الاتصال أو التطبيب الاتصالي بالإنجليزي تلي ميديسين، هو اسم حديث يستخدم نظم المعلومات الحديثة والاتصالات لمساعدة الرعاية الصحية لتقديم رعاية صحية مناسبة ومواكبة للتغيرات العصرية، بحيث نضمن هناك تواصل مستمر مع المريض باستخدام التطبيقات الإلكترونية كالإنترنت، كالبوابات الإلكترونية طبعا لنشر المعلومات الطبية، لإعطاء البدائل لمتابعة المريض. الطب الاتصالي يشمل العديد من المحاور، من ضمنها إنشاء ملفات إلكترونية للمريض، بيانات صحية، التاريخ المرضي لمرضى الأمراض المزمنة، ملفات الأدوية، نشر المعلومات الطبية بجانب التواصل مع المرضى. طبعا في هذه الفترة خاصة بوجود الجائحة التي ألقت ظلالها على العديد من خدمات الرعاية، من ضمنها مراجعة الأمراض المزمنة، كانت معظم الرسائل توجه لأمراض مزمنة بأن يتابعوا النشرات تجنبا للعدوى وغيرها. الطب الاتصال فاد كثير من المؤسسات الصحية للتواصل مع مرضى الأمراض المزمنة لمتابعة حال المريض عن بعد باستخدام الاتصال، باستخدام وسائل الاتصال الأخرى كالاتصال العادي أو خدمات الواتساب أو العيادات الافتراضية. طبعا أسهم كثيرا في متابعة المرضى عن بعد، التطمن على حالة المريض، إذا المريض حالته جيدة يتمكن الطبيب من صرف الأدوية لعدة أشهر وهو مطمئن لذلك المريض، إذا استدعت الحاجة لحضور المريض يتم إخباره بذلك. أيضا أصبحت طريقة سهلة لمتابعة الفحوصات، لمتابعة النتائج، ومثلت أيضا أريحية لكثير من المرضى والذين لديهم تخوف من الزيارات المتكررة في ظل هذه الجائحة. وقد
تم تطبيق العديد من العيادات الافتراضية في المراكز الصحية في المستشفيات، تم الكثير تطبيقات الذكية لاستلام الأدوية وغيرها، وأيضا مناقشة ومتابعة المريض بشكل دوري. أنا أستشف من حديثك دكتورة أن هناك يعني أوجه إيجابية كثيرة بالنسبة للطب الاتصالي، ولكن إلى أي مدى في السلطنة اليوم نحرص على تطبيق الطب الاتصالي ونجوده مع المرضى من خلالكم كرعاية أولية وحتى أنواع الرعاية الأخرى؟ نعم، الطب الاتصالي له جوانب إيجابية عديدة، من ضمنها طبعا الاستغلال الأمثل للجهد والوقت وتقليل الزيارات الطبية ووقت الانتظار، وكذلك تقليل الزيارات الغير طارئة للمريض. وأيضا يمثل نوع من الأريحية لبعض المرضى، وخاصة الذين يعانون من التوتر عند دخول الاستشارة الطبية أو ارتفاع ضغط الدم، والذي نسميه عادة بالوايت كوت هايبرتنشن، ارتفاع ضغط الدم عند مواجهة الطبيب أو الخدمات الصحية. أيضا قلل مثل ما ذكرت سابقا الانتقال لبعض الأمراض المعدية نتيجة الحضور المتكرر، وبه نوع من الخصوصية أيضا للمريض وسهولة وتلقي النتيجة أو الرد لأي فحوصات. لقد عملت المستشفيات صراحة والرعاية الصحية بشكل خصوص على توفير هذه الخدمة. واجهنا بعض الصعوبات طبعا، لكن هذه الخدمة قائمة على معظم المرضى الحين ما شاء الله مطلعين على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحوا على وعي ودراية كيفية يتعاملوا مع التطبيقات وغيرها. هذا سهل لدينا التواصل مع المريض، وخاصة عبر التطبيقات السهلة اللي موجودة في متناول الجميع مثل تطبيقات الواتساب والإنستغرام وغيرها. صحيح. أو الرسائل النصية بحد ذاتها، أصبح من السهل من المريض أن يستفسر عن أي فحوصات، أن يغير موعده في الوقت الذي يناسبه، أن إذا لديه أي مشكلة أيضا يلجأ للمكان الموثوق لأخذ المعلومة من خلال إرسال رسالة سهلة ومبسطة وتصل في فترة زمنية قليلة. أيضا كذلك ساهم هذا في معظم أثناء الجائحة، اكتظت المستشفيات بالحالات فعلا التي تحتاج إلى رعاية. المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة محتاجين أدوية، تم تسهيل صرف هذه الأدوية أيضا من خلال هذه التطبيقات. يرسل فقط رسالة نصية، موعد الأدوية يأتي بيوم أو يومين، يجد الأدوية معدة ومجهزة بالشكل المطلوب وبالتعليمات المطلوبة. فعلا لقد رأينا ثمار واضحة من خلال هذه التطبيقات وهذه الجانب الاتصالي للمرضى. صحيح. من ناحية الأمراض المزمنة ومتابعة. نعم. الأمراض وخلال جائحة كورونا دكتورة، يعني أيضا هذا الجانب شهد توسعا كبيرا، سواء كان من خلال العيادات الافتراضية أو حتى مركز الاتصال كان يقدم خدمات متنوعة للمستفيدين المرضى. أنا أشكرك على هذا الحديث الليلة في برنامج من عمان. شكرا دكتورة أميرة بنت حمد البلوشية، طبيبة استشاري وطب أسرة ورئيسة مجمع عبري الصحي، سعدنا جدا بك بهذا الاتصال المرئي. ونتواصل أيها الأحبة إلى آخر متابعة بعد قليل، ابقوا معنا.